ولادي. هذا اليوم نقطة تحول في حياتي، لأن مرحلة الطفولة بتنتهي والحين بدي أبدأ مرحلة جديدة من حياتي. بطل الشروق تاعت امبارح. حتساعديني فيها الكيك انت حتعمليها لانك عملتي برضو قبل هيك صح ولا مش صح؟ عملت صح. بتساعدي اختك دائما لما بتعمل حاجات زي هيك بتساعديها بساعدها شويه حياتها فانت بدك تعملي لحالك حتى يعني حاقول لك من بعيد اعمل هيك وسوي كنت حتعملي لحالك ماشي على الجهاز كل حاجه بتعمليها وبالضبط طيب وبعدين ما انت ما تضلك تقولي بدي البس وبدي اسوي حاولي انك تتعلمي لك طبخه تتعلمي لك حاجه تساعديني في البيت ما احسن لك من المعانده هذه حاول ساعديني بتعملي معي طبيخ بتعملي حاجه شوي شوي يعني الحين مش حاثقل عليك كثير لانك الحين بتدرسي بتروحي على المدرسه نص ساعه ساعه ونص ماشي بتساعديني اي حاجه بسيطه بتتعلمي بنفعك لمصلحتك انت بتنفعك يعني في المستقبل كل شيء بنفع الوحده ويوم الجمعه ان شاء الله يعني فايتها ان شاء الله بدي اعمل ورق دوالي بتساعديني فيه بتلف معي ورق منفوخ السلام عليكم ايش بتعمل يا شروق بعمل كعكه ايش الجمعه عشان ايش عشان عيد ميلادي عائلتي كبيرة مكونة من 7 أخوان وخمس خوات أنا أصغرهم أبوي كان أستاذ بدارس مرحلة ابتدائية والحين متقاعد كنا عايشين في نفس البناية إخواني وخواتي ولاد عمي وعماتي إخواني بيدفعوا لأبوي في مصاريف البيت وقت ما بيقدر لأنه مش من السهل يلاقوا شغل في هالأيام ساعد أمي في شغلات البيت كلها وبنسق حاجات كتير يعني بنسق وقتي وامي حكت لي انه يعني البنت مسيرها للبيت تشتغل عشان تكون حالها عشان تقدر لما تكبر تكون مره كويسه وانا مش مقتنعه بهذا الكلام كثير لازم اني ادرس وانجح عشان اكون مستقبلي اقدر احقق لنفسي في طموحي اني اصير مهندسه معماريه عشان اقدر أبني البيوت اللي تهدمت وأساعد الناس المحتاجة هذا زي المدرسة بروح فيه على المدرسة وبلبسه بكون هيك بكون لابسة بنطلون معه وهاي كمان الشال اللي بلبسها معها بكون هاد لبسها تحت زي هيك بتكون موجودة تحت وبلبس هذه فوقيها زي هيك وبعملها وبعديها لما بكون طلع في المشاوير يعني على قرايبي أو رايحة على الجامعة بلبس هاد وبطلع فيها مع اي شال مع اي شاله وبلبس تحتها بنطلون وبلوزه ولما بطلع المشاوير الرسميه بلبس هادي الجاكيت هاد وبكون لابس تحتيه بنطلون وبسكره زي هيك طلب
طلبوا مني ألبس الحجاب ولبسته وعم بتعود عليه، بس مش راح أكون مبسوطة إذا بيضغطوا علي على إني ألبس نقاب. بعض العائلات بيسمح لبناتهم إنهم يلبسوا بس الحجاب على شرط إنهم يغطوا حالهم منيح، بتمنى بالمستقبل إنهم يسمحوا لي بهذا الشيء. تطلع بالطريقة هذه لازم، يعني في ناس البداية اللي بتكون لابسة حجاب جديد بتلبس هيك، أما اللي بتكون يعني لها فترة شوي لازم تلبس، ممكن تلبس عباية أو جلباب وشالة، لكن يعني اللي بتكون أحيانا بتجاوز ممكن تلبس نقاب أو خلال هيك يعني انا لو وهله بسيطه اكثر اعيش طفولتي اكثر، يعني امارس الكود امارس وانا صغيره، لكن هذا الحين مرفوض. معلش معلش لا هيدا هيدا مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي جزء ما بيتجزأش من حياتنا اليومية في غزة. في عائلة البنت لما يصير عمرها 15 سنة ما بتقدرش تشارك في المظاهرات، عائلتي ما بتحب تدخل البنت في السياسة. أنا مش عارفة ليش هذه المظاهرات، بس أنا وصاحبتي ماي كنا في السوق وقررنا نروح نشوف ليش المظاهرة. أنا ما بعرفش مع العادات والتقاليد، لكن ممكن بلبس الحجاب عادي، مش عندي أي مشكلة، بحب الحجاب، صرت تعودت عليه، صرت أتقبله أكثر، لكن في شوية ضغط اللي هو ما بنقدرش إنه البنت مثلا تروح تسافر، تقدر تسافر برا اللي تكمل تعليمها أو تمارس مواهبها، لكن الولد بيقدر، إحنا هيك مجتمعنا. لكن مستقبل وطموح واصير مهندسة، بدي أدرس أكتر وأنجح وأحقق اللي بدي إياه. بعتقد إنه هذا مش مستحيل، والمرأة بتقدر تكون ناجحة في شغلها وفي نفس الوقت تحترم الدين والعادات والتقاليد. كنت من خلال بديت الرسم من خلال الحصص الدراسية اللي كنت أخذها في المدرسة، كنت أحب إني تيجي معلمة، وكانت أول بداية إني أحب الرسم كانت معهن. لكن أنا يعني هحاول إنه أنا بقدر أرسم وحقدر إن شاء الله إني أنمي موهبتي، وإني ما عرضش مع العادات والتقاليد، لكن أنمي اللي بدأتي. هالرسم قيود على الإيد بتعبر عن القيد اللي بنعيش فيه، وقت ما جربنا الدفاع عن حالنا من سلاح الإسرائيليين اتدمرنا أكتر كفلسطين مقيدة.
انا بوصل. يا فارجي حاجتي. الله يسلمك. منور يا ابو علي. اهلا وسهلا يا عم، كيف حالك؟ كل البنات عندك بالصف. هيا ليش؟ لبست حجاب؟ اكيد. ولا واحدة في المدرسة؟ اكيد كلنا لبست حجاب، لانه هيك لازم كل واحد يلبس حجاب. ممنوع اصلا في المدرسة. كله لابس منديل. اكيد انا ممنوع حد يجي بدون حجاب. ابتدائي ممكن بنغير. لا الاعدادية فيها الاعدادية فيش لازم من صف خامس صار. هذول بنات كبار يعني الحين اللي زي هذه بتنتقل من مرحلة لمرحلة. الحين لسه ما توقفوني. لا هذا الحين بتنتقل لمرحلة جديدة يعني لازم تلبس حجاب وتستر حالها كويس. أنا كويس. ما ترديش على حالك. لا هيك أنا كويس أنا. لا مش كويس. لا بنفع الناس اللي برا. بدناش يعني إنه أنت تطلع ببنطلونة وتطلع يعني معري حالك شوي وهذا مش عاداتنا وتقاليدنا. طب الحين بالعمر هذا ترضى أنت تخليها تمشي معك وهي لابسة باللبس هذا؟ لا. يعني ها؟ يعني لما كنت تطلعي مع ابوك مشوار ما بدهم يقولوا هذه بنت ابو وائل طالعه طلع وكيف هذا مشوار عاداتنا وتقاليدنا تقول ان احنا لازم نستر خصوصي البنات وبعدين في هذا السن وبعدين عيد ميلادك الحين اسمعي عيد ميلادك بكره يعني 15 سنه هذه مرحله جديده يعني تدخل ايش في السنه الجديده بكره بنعمل لك عيد ميلاد نفرح فيكي بدنا نعمل لك عيد ميلاد بكره بنفرح فيك ونعمل لك حاجه كويسه ومظبطه طب يا ابو علي وانت كمان بدك تسمعي كلامنا تسمعي كلام ابوك وكلام امك بدنا ميزانيه الحين لعيد الميلاد مرحبا ايش بدها ايش بدها يلا بجيب لك ايش نجيب الكيك الكيك سالية والتورته والهديه كل ربع ساعه تجيب لها كل اولادي يريدوا بس بدك كل هاي كل اولادي بعدين تدرسي ايش خاطرك تدرسي انت أنا نفسي أدرس هندسة معمارية عشان أبني البيوت اللي هدمتها اللي هو طيب إيش رأيك يا أبنا؟ أنت أنا بتمنى لك أن تكون طبيبة تدرس طبيبة حتى تعالج الجرحى اللي انصابوا في الحروب إحنا كل خمس ست سنوات ولا أربع سنوات ولا ثلاث سنوات في عنا إيش؟ حرب مزبوط ولا عنا المصابين وعنا الجرحى وعنا المعاقين وعنا شعبنا تبهدل بس هذا المعماري احسن بقدر ابني بيوت اكثر واحسن يعني اللي اسوي الدنيا افضل فكر أحيانًا بحسك في المدرسة مش مبسوطة كتير. لا والله بس امبارح يعني كانت قاعدة هيك عائلية شوي كنا نحكي عن عيد ميلاد شو لهم قلبوها حجاب وبصر والطب وشو هذا من يوم لبس نقاب وعباية. ليش مش فاهمة الموضوع كويس؟ لا أنا مش حلبس نقاب لا مش مستسير عباية بفكر في موضوع ما من هاد لا دمني أدخل طب وأنا حابة أدخل هندسة معمارية. بقولهم أنا حب عشان أبني البيت اللي تهدمت بقول طب ما تبي تعالجي كذا واحد يعني ما بنفعش تقدر إنك تعالجيه ولا تموتي لا مش حموت أنا ما بموتش حدا أبغى لك قاعدة جدية استفزنيش يلا إيش بدك تحكي أنت شو رأيك في الموضوع يعني أنت بتكيش تتنقبي ولا بتكيش تتحجبي يعني واضحة إنك بتكيش تتنقب ولا تتحجبي أنا لا الحجاب لا أنا مقتنعة فيه لكن النقاب لا حلو هيك لبسك هي حجاب حلو لا بحلو يعني البس عبايه تقدريش تقولي لهم اني انا ما بديش الطب يعني ولو قلتي لهم هم ما رضيوش يعني طب قولي لهم انه هندسه ممكن انتم هم مش عارفين انك انت حابه الهندسه انا حكيت لهم امبارح يعني برضو لازم يعني أنا حكيت لهم يعني أنا حابة أدخل هندسة وهيك وفهمت بقول لك امبارح كانت قد طويلة بيني حكيت لهم إن الواحد لما بده يشتغل شغلة لازم يكون عنده إرادة ولازم يكون أنا حكيت لهم قلت لهم أنا حاول إني أفكر أدخل طب لكن أنا حابة الهندسة قولي لا البنت ما بسهلهاش تلبس يعني مثلا تنطب فوق الحجارة وتضلها في الشمس كثير وتقعد ترسم خرائط تتأخر يعني قولي لهم برضه لانه كمان لو كان دخل طب وانا مش ارادتي ادخل طب استني كمان شويه
معي. كيف حالك يا شروق؟ اليوم عيد ميلادك، ننظبطها. يلا يلا ربطي. لا خلاص خلاص نلدع عندك، خلاص ننظبط. لا خلاص والله ننظبط. انا زعلت. لا خلاص والله انا مصبطه اخر مره. طب حبيبتي يلا كبرت وصرتي عروس، ننظبطك. يلا بلكي حد يجي ياخذك من وجهي. انا بعمل الحل وانتي ما الباقي. انا بعمل الحل. مش حد يجي ياخذها من وجهي. انا بعمل الحل. طب خلاص خليك اعمل اول. انا عشان احكي لك شعر. يلا الجلي ما ظنش انها تشات تطلع فيها. انصرف انت وياها. طب يلا ما ظنش انها تطلع تفضل فيها. انا ما راح كيف انت عارف اني مهمه. ما تزعليش خلاص. حاسه بيكي. حاسه بيا. ترسم لها قرد على وجهها. ايش رايك؟ لا ممكن ممكن. ايش؟ قول الحين عنا الحين هذول. زودنها. طب خلاص خلاص عندك في سوق العرايس. ابعد عني. طب خلاص حبيبتي شو حاسه بيك؟ حاسه زعلتي؟ ابعد عني. لا فيش حد واحده تزعل في بلادها. هي زعلت. اسمعي طب خلينا نشنع عليك. مسكيش حاجه ترى. طب خلاص ما تدخليش. ما تدخليش. طب يلا قوم. طب خلاص بنروح نشتري زعتر. خلاص حبيبي خلاص خلاص. اثنين ثلاثة يلا. صار عمري 15 سنة. الجواز الخطوة الثانية اللي كل عيلتي بتستناها. معظم البنات بتجوز من عمر 15 سنة وما بشاورهم. في عائلتي البنات لازم يكونوا جاهزين للجواز وقت ما يصير الوحدة عمرها 15 سنة. بس أنا مش حاسة إني أنا جاهزة الحين وبديش أتجوز الحين. إذا إجا عريس وطالب إيدي راح أرفض وأقنع أهلي في الرفض. لما أنا كبرت أنا صار عمري 15 سنة 16 سنة تقدم لي ابن الحلال وجوزني أبوي. وأبوي أعطاني لمختار بالجرجة. لما يعني بقوا يجيبوا البنات يزوجوهن، ولما يزوجوهن ما يشوفهاش يعني العريس اللي بدي يجي يخطبها، ما يشاورهاش ولا يقولوا لها بدك تتزوجي. عسى يعني لحالهم هيك يخطبوا وتجوزوا وهي ما تعلم. وانا يعني تجوزوني في الصحراء اصغر من الكرسي هذا. لما انا اتجوز لا بقى لي خزانه ولا بقى لي تخت ولا بقى لي بيت حتى في خيمه. بقوا يخافوا على البنت تطلع من البيت وما يرضوش يعلموا البنت، يعلموا الراجل والبنت ما تتعلمش. عنا هي يعني شروق البنت لما انها تطلع تلبس الحجاب وما تطلعش في الشارع وتضلها يعني ماشي مع حدا يعني مش لحالها، يعني معاها حدا من أهلها وخواتها وإخوانها وإيش يعني ما تطلع برا بالمرة. شنو في يعني مستقبل راح يكون لغز كبير مع الحصار. يعني لو الشباب بيعانوا انه فيش فرص عمل، ما فيش اشي يعني اللي يقدر يمارسوا فيه. كثير شباب هاجروا انا مش قادرين يمارسوا حياتهم. انا من اكبر لو كان اللي فرصه وضل الوضع على ما هو وحقق طموحي هيك وبنيت كذا بيت لناس وهيك ممكن اهاجر برا ابني بيوت برا لاني ما اقدرش اداوم هنا وهو في زيك يعني وضع. يعني الحين لو انا
مش راح اقبل اولادي يعني في لو ضل وضعك مش حقبل عليهم مش حضلهم بكره بضلهم وياهم مش حضلهم بكره الوضع في غزه متقلب يعني ضامن اليوم بس مش ضامن بكره كانوا يعني من الضربات كانوا يصحوا ويكونوا خايفين ويصيروا يصيحوا ويقولوا شو فيهم وهيك فقلنا نحكي لهم ما تخافوش وش إشي هذا بس الصحن انكسر يعني اللي هم بحاجة بسيطة عشان ما يخافوش ونقول لهم عشان نعطيهم لما يكبروا قوة أكتر إنهم لما يعرفوا يوعوا هذا الإشي نعطيهم قوة أكتر يعني زي ما الحين أنا كنت أخاف لكن الحين صار يعني عندي قوة أكتر أهلي ومجتمع رفض إني أكون مهند سامة معارية مع أنه المجتمع أنا محتاج إله طبعا كنت أتحدث لو أنا مثلا كنت مهندسة أوليته ما يخليش المرة تطلع وترسم ما بين ما يخليش أحنا نرسم ممنوع المرة لازم ليش في البيت اللي برا وعنا لا ليش كله عنا لا ليش نكسر طموحنا ليش نكون إحنا فوق يعني ونقدر نحصل يعني اللي يقدر يسوي يعني قلت لك احنا بيجي يسألني انت ايش همك بحكي له يا بجاوب عليه البحر برجع بالماش بحس حالي برتاح اني فضلت له كل همومي ورا بلاد تانية اشي تاني ناس احسن ناس يعني عايشين بحرية اكتر ما احنا عايشين يعني عندهم كل اشي بدهم اياه لكن احنا ما عندناش اي اشي بدنا اياه يعني. بالنسبة إلي الحرية إني أنا أطلع بالحجاب اللي أنا حباه يعني مش إنه يكون في قيود أكتر إنه ناخذ حريتنا أكتر ما نكونش يعني في غزة أنا مش عارفة بدي أركز في حياتي على العلم وأصير إمرأة ناجحة نحس إنه إحنا حالنا سجن لا نحس حالنا إحنا في رفاهية ويعني البلد التاني لكن بحدود إنه إحنا نلتزم بديننا الإسلامي يعني ونكون دولة متقدمة لكن بدون قيود يعني ما نكونش محاصرين في سجن في غزة يعني مش أكتر